Şebet. Ladies and gentlemen. احنا هنتكلم او ابتدينا نكمل المنظومة بتاعتنا اللي ابتديناها. المنظومة اللي احنا هنقعد نتكلم عليها المحاضرة بتاعت النهاردة، المحاضرة بتاعت الدكتور سيربيلوم بتاعت الاسبوع الجاي، قاعدين بنكمل منظومة الموتور سيستم. فمرارا وتكرارا هنبتدي بالصورة دي وبعدين نقعد نعمق فهمنا فيها. الصورة دي بتقول ان احنا عندنا في حاجة اسمه السيريبرال كورتكس. وما دمت بتكلم على موتور يبقى انا بتكلم على اريا 4 اريا 6 اللي موجودة في الموتور اريا، برايمري موتور اريا وبري موتور اريا. وقلنا ان احنا عندنا في هنا جنجين اساسيين بيتعامل معاهم السيريبرال كورتكس علشان يعمل بلاننج للموفمنت. الجزء الاولاني بيبعت له اسمه سيريبيلوم، ودي محاضره اللي هو بعد الظهر النهارده، ودي الوينج بتاع الكوردينيشن، ودي حددته كده يعني. والوينج الاولاني اللي احنا بنتكلم عليه اللي هي البيزل جانجليا او البيزل نيوكليوس. وايا كان بقى المصطلح ده هنقعد نتكلم عليه شويه النهارده. ده علشان الانيشيشن والموديوليشن اوف موفمنت، يبقى البلاننج بتاعي احنا بنعمل لسه في مرحله يا غدا البلاننج، لسه ما عملناش اكسكيوشن، مفيش تنفيذ. يبقى بعت للسيربيلوم عشان هعمل كوردينيشن، بعت للبيزل جانجليا علشان الانيشيشن والموديوليشن، وباخد الفيدباك بتاع الاثنين. واي حاجه علشان توصل للسيريبرال كورتكس لازم الاول توصل لفين؟ للثالاموس، وبعدين من الثالاموس بوصل لغايه السيريبرال كورتكس. وبعد ما بوصل الاكتيفيتي لهذه المرحله بتبتدي المرحله اللي بعديها اللي بيسموها مرحله الاكسكيوشن، مرحله التنفيذ. مرحله الاكسكيوشن او مرحله التنفيذ بتعتمد على تو سيستمز اساسيين اسمهم بيراميدال والاكسترا بيراميدال. بس انا مش هبقى سوبرفيشال قوي كده في موضوع الاكسترا بيراميدال، يعني انا بحسسكم الاكسترا بيراميدال دي كانت البدايه وخلاص. لا، الاكسترا بيراميدال ده حددته تبتدي من هنا بقى. يعني ما هو الكومبوننت بتاع الاكسترا بيراميدال؟ هبتدي احطها واحد واحد كده. يبقى نمبر 1 الهاير سنتر اللي موجود عندي. ايه الهاير سنتر عندي؟ اريا 6. يبقى اول منطقه يا فوخه في الاكسترا بيراميدال اريا 6. تاني اريا موجودة عندي اللي نقدر نعتبره السكرتير بتاع المخ. انا عارف ان ده سكرتير طبعا يعني، بس ده السكرتير بتاع التنفيذ يعني. يبقى البيزل جانجليا يعني او البيزل نيوكليوي. تالت حاجة هتبقى موجودة عندي واحدة من النيوكليوي بتاعت الثالاموس. الثالاموس ده حدوتة هنتكلم عليها بكرة الصبح ان شاء الله باذن الله. كل حاجة حدودها في النيورو يعني. فالثالاموس ده لوحده محاضرة عشان نفهم أي جزء من الثالاموس ده. يبقى ده تالت جزء موجود عندي. رابع حاجة لما ببتدي أنزل، أنا هشيل بقى الحتة بتاعت البيراميدال علشان مش عايز أتكلم عليها النهاردة. الإكسترا بيراميدال هوصل لغاية البرين ستيم. يبقى المرحلة الرابعة بتاعتي في عندي برين ستيم. هيطلع من البرين ستيم مجموعه تراك يا رزان، هتوصل لغايه السباينال كورد. يبقى دول اسمهم التراكس او الاكسترا بيراميدال تراكس. يبقى ايه هو الاكسترا بيراميدال سيستم؟ سيمبلي سبيكينج، يبقى الاكسترا بيراميدال سيستم نمره واحد عندي السريبرال كورتكس. مش كله طبعا يعني، ما نهزرش، اريا 6 كفايه قوي اللي اسمها بري موتور اريا. يبقى دي اول حته في الاكسترا بيراميدال سيستم.
تاني جزء موجود عندي الحته بتاعت البيزل جانجليا هستفيد فيها شويه، لكن هي حدوته كالمعتاد وهنتكلم عليها الاسبوع الجاي. يعني البيزل جانجليا دي هتكلم عليها بالتفصيل الممل الاسبوع الجاي، بس هدي لكم شورت نوتس النهارده عنها عشان نفهم الدنيا ماشيه عندنا ازاي. تالت حاجه عندي الثارمس، حدوته هنتكلم عليها بكره. اربعه عندي برين ستيم، عندي نيوكلياي موجوده في البرين ستيم. خمسه عندي اكسترا بيراميدال تراكس، يبقى دي اسمها المنظومه بتاعت الاكسترا بيراميدال سيستم. يبقى واحد سيريبرال كورتكس اريا 6 اتكلمنا عليها قبل كده وقلت لكم اسمها بريموتور اريا، وحتى لو حصل فيها ليجن يحصل ايه يا خوخه؟ حاجه اسمها ايه؟ ابراكسيا زي ما الغالب بيقول عليها. تاني حاجة البيزل جانجليا أو البيزل نيوكليون، هديلكم شورت نوتس عليها بس يا رهف كروس ماي هارت هتكلم عليها بالتفصيل الأسبوع الجاي. والفيسيولوجي هيتكلم عليها بالتفصيل الأسبوع الجاي. إيه البيزل جانجليا أو البيزل نيوكليون؟ أولاً زي ما اتفقنا مع بعضينا إن ده كان البرين، وقلنا إن إحنا عندنا اللون الرمادي موجود بره اللي هو الجراي ماتر، ودي عباره عن سيل بودز. وبعدين عندنا جوه عندنا حاجه اسمها ايه؟ وايت ماتر، واتكلمنا عليها بالتفصيل وقلنا ان هم ثلاث انواع اسوشيشن كوميشنال بروجكشن فايبرز. وبعدين عندنا هنا كوليكشن اذر كوليكشن اوف جراي ماتر موجود نير البيس شويه، فاطلقت عليهم كلمه ايه؟ بيزا. اول مصطلح خناقه كبيره قوي ما بين الناس بتوع الاناتومي والناس بتوع الفسيولوجي. What is the difference between ganglion and the nucleus؟ ايه الفرق يا ساره؟ النيوكليس هي collection of cell bodies outside CNS. سوري انسايد سي ان اس، وجانجليون كولكشن اوف سيل بوديز اوتسايد سي ان اس. انما هنا ده مصطلح قديم ابتدوا من زمان قوي، ويمكن لغايه دلوقتي بتوع الفسيولوجي دايما مصرين عليه، يقول لك بيزل جانجليون، واحنا نقول لهم في الاناتومي لا احنا مصرين على كلمه بيزل نيوكليون. ومن رايي مين اللي هيمشي كبروا مخكم اي واحد فيهم يعني، لان هو ده مش موضوعنا خالص يعني. لكن لو قالوا في الفسيولوجي بيزل جانجليون ناخدهم على قد عقلهم ونفوت الموضوع ما وصلش حاجه يعني، ولو قالوا بيزل نيوكلياي ويلاند باي بتوع الكلينيكال مخهم اكبر من كده بكتير، يقول ايه بيزل جانجليون خلاص يعني، يعني مش لا هيقعد لا هيتناقش معاك لا يقول لك لا اوتسايد ولا انسايد اصلا ولا يعرف يعني ايه اوتسايد ولا انسايد. فعندنا على طول يبقى اسمها بيزل جانجليا او بيزل نيوكلياي. طيب البيزل جانجليا او البيزل نيوكلياي، انا هقول معلش انا دايما متعود على كلمه بيزل نيوكلياي. فالبيزل نيوكلياي دي عباره عن ايه؟ ان شورت نيوكلياس عامله زي ما تكون عدسه، فاطلقت عليه كلمه لينتي فور يعني لينس لايك لينتي فور. يبقى عندي في نيوكلياس عامله زي ما تكون عامله زي العدسه اسمها لينتي فور، والنيوكلياس الثانية عاملة زي ما تكون ليها ديل، وكلمة ديل كوديت فبطلق عليها كلمة كوديت. يبقى بقى عندي حاجة اسمها كوديت ولينتي فور. أنا هتكلم على التفصيل الأسبوع الجاي مش دلوقتي خالص، بس لازم نفهم وإحنا ماشيين في المرحلة دي إحنا بنقول إيه. يبقى عندي لينتي فور لينس لايك وعندي كودين، عندي تو اذر نيوكليون مش هيهموني قوي دلوقتي. واحدة اسمها امجدالويد والتانية اسمها كلاستران، فمش هكتب اساميهم علشان مش هيهموني دلوقتي. يبقى عندي حاجة اسمها لينتي فور وعندي حاجة اسمها ايه؟ كودين. لينتي فور يعني عاملة زي العدسة لينس لايك. وعشان كده لما جاء قلنا في لون ابيض موجود انترنال ليها اطلقت عليه كلمة ايه؟ انترنال كبسول. بس صراحة مصطلح اللينتي فورم والنيوكليس ده المصطلح ده مصطلح اناتومي بحت قوي، يعني يعني نادرا لما تلاقي في الكلينيكال حد يقولها، ممكن بس غالبا ما حدش يقول الكلمه دي.
لان اللينتي فورم بتتكون من جزئين، جزء بيسموه بيوتامين وجزء بيسميه جلوبس باليدس. بيوتامين او بيوتامين، والجزء الثاني اسمه جلوبس باليدس. ايه الاسامي اللي ما انزل الله بها من سلطان دي؟ بيوتامين معناها صدفه او قشره، وكلمه جلوبس باليدس حتى فيها كلمه باليد، باليد يعني شاحن. يبقى عندنا هنا بنرجع نقسم اللينتي فورم نيوكليوس انتو تو بارت. بارت اسمه بيوتامين قشره او صدفه، وبارت اسمه جلوبس باليدس. يبقى رجعت قسمتها اهي لجزئين، القشره او الصدفه موجوده بره يبقى ده اسمه بيوتامين، والجزء الثاني شاحب اسمه ايه؟ جلوبس باليدس. مش همشي قوي في التفصيل لان طبعا في تفاصيل اكتر من كده بكتير، بس اللي يهمني دلوقتي ان انا بقى عندي حاجه اسمها جلوبس باليدس، وبقى في عندي حاجه اسمها بيوتامين، وفي عندي حاجه اسمها كوديت. يبقى عندي كوديت وعندي بيوتامين وعندي جلوبس باليدس، هقول التفاصيل بعد كده. انما اللي يهمني بقى هنا الجزء بتاع الكوديت والبيوتامين مع بعضيهم دول بيسموهم ريسيفنج بارت، اما الجزء بتاع جلوبس باليدس بيسموه افكتور بارت او سيندنج بارت. يعني عايز تقول ايه؟ يعني لو انا كنت عايز اشرح اللي هو التفاصيل بتاع البافوي ده، هبتدي اقول ان انا ابتديت من اريا 6، يبقى دي اسمها بري موتور اريا. اريا 6 دي الهاير سنتر اللي موجود عندي. هبعت للحته بتاعت اللي هو البيزل جانجليا او البيزل نيوكليوي. ايه الجزء اللي انا هبعته؟ ايه هو الريسيفنج بارت؟ البروتين او البيوتامين مع بعضين. يبقى انا الاوردر بتاعي ماشي على الحته دي، بعت للكوديت والبيوتامين. طيب بعد ما استقبله ده اسمهم الريسيفنج بارت اللي هم الجزء اللي استقبله، عايزين يبعتوا يروحوا مبعتين للبلد للجلوبس باليدس، يبقى هم الاثنين بيبعتوا للجلوبس باليدس. طبعا الكلام ده اورجانيزيشن مهم، واحد يقول لي ما هي خلاص بيزل جانجليا ولا لا، دي في ديزيز في البروسيس دي كلها، وهناخد التفصيل الاسبوع الجاي. يبقى دي هنبعت لحاجه اسمها ايه؟ جلوبس باليدس. يبقى ده الريسيفنج بارت، بعت الجلوبس باليدس اللي هو الافكتور بارت او السندنج بارت. يبقى ده الهاير سنتر، ده الهاير اكسترا بيراميدال سنتر اريا 6. بعت للسكرتير اللي هيبعت للعالم الخارجي اللي هو الكوديت بيوتامين، بعت للجلوبس باليدس. طب وبعد كده البروسيس بتاعتي هتبقى ماشيه ازاي؟ الجلوبس باليدس بقى هتبعت مره ثانيه للمخ. هي خلاص بقت اورينتد بالانيشيشن والموديوليشن، بس ملهاش دعوه بالاكسكيوشن، هي ملهاش دايركت كونكشن مع البرين ستيم نيوكلي. مين اللي ليه دايركت كونكشن؟ اللي هو البريموتور اريا. يعني عامل زي ما يكون رئيس مثلا مؤسسه، رئيس المؤسسه ده عايز يعمل اوردر، فيجي يقول لي شريف، يقول له نعم، انا عايز كذا وكذا وكذا وكذا، اعمل. هل انا اللي حط روح للكاستمر وهدي لهم الحاجه؟ لا اطلاقا. هرجعها برضك لرئيس المؤسسه علشان هو بريزنتك الموضوع كان هو اللي عمل كل حاجه، ما حصلش حاجه طبعا. يبقى عندنا هنا يبقى الجلوبس باليدس بتاعي لازم يرجع مره ثانيه للمخ، يبقى هيوصل لغايه الثالمس. يبقى احنا هنا ابتدينا نبعت مره ثانيه للثالمس. الثالمس استقبل الحاجه، بعتها لفين؟ بعتها ليه؟ اللي هو البري موتور اريا. يبقى انا عندي الهاير نيوكلياي اللي هو والهاير سنتر البري موتور اريا، وعندي السنتر اللي بعديه بتاع البيزل جانجليا الكوديتو بيوتيمين ده ريسيفنج بارت، بعتنا للجلوبس باليدس. رقم ثلاثه عندي ثلاميك نيوكلياي، وهنتكلم عليها بالتفصيل ان شاء الله باذن الله بكره. بعد كده وصلنا لغايه اللي هو البري موتور كورتكس. بقى عايز ابعت اللي هي الاوردر بتاعتي، هبعتها لفين بقى؟
هنزلها لغايه الحته بتاعه البرين ستيم. البرين ستيم ده مكون من 3 اجزاء زي ما احنا عارفين، ميد برين، بونز، ومدام. الاقي عندي هنا في الميد برين ده، ادي الميد برين اهو، كان في عندي قناه موجوده اسمها السيريبرال اكويدكت، والجزء الخلفي ده اسمه تكتا. لا معلش لازم تحفظه بقى، مش عشان جاي في الامتحان وعشان دروس الرسم يبقى مش هنعرفه، يعني هنعرفه من عندنا. الجزء الخلفي كان اسمه ايه؟ تكتا. والجزء الامامي ده كان اسمه السيريبرال بدمكن، بيتقسم لثلاث اجزاء، كراس سيريبرال والسبستانشيا نيجرا وتيجمنتم. يبقى عندي تيكتم وعندي سريبرال بدانكل، ثلاث اجزاء كراس سيريبرال سبستانشيا نيجرا تيجمنتم. في التيجمنتم عندي هنا في نيوكليوس لونها احمر اسمها ريد نيوكليوس، اسمها ايه؟ ريد نيوكليوس. وادي التكتم. يبقى انا عندي حاجتين تبع الاكسترا بيراميدال سيستم موجودين في الميد برين، ايه هما؟ ريد نيوكليوس وتكتم. عندنا بعد كده البونز والميدالا اوبلونجيتا. مما لا شك فيه ان النيورو كله بيعتمد على لونين ابيض زي كريم ورمادي. يعني ايه رمادي؟ جراي ماتر. يعني ايه جراي ماتر؟ يعني نيوكليي. ويعني ايه لون ابيض؟ وايت ماتر. يعني وايت ماتر يا غدا؟ فايبرز. هل في منطقه في السي ان اس ملخبطه؟ الجراي ماتر والوايت ماتر متلخبطين مع بعضيهم كده كويس؟ لا، السيريبرم والسيريبرم يشو السي سي، بدون ما اقول سي سي على طول كده، السي سي البره كان جري ماتر ومن جوه وايت ماتر، ده مش متلخبطين. والسباينال كور كان الجري ماتر هو اللي موجود جوه والوايت ماتر موجود بره، لا ما تلخبطوش خالص يعني. انما في منطقه في موجوده عندنا في البرين ستيم الوايت والجري ماتر متلخبطين مع بعضين، اسمها ريتيكيولار فورميشن. اسمها ايه؟ ريتيكولا حدوته. وفي ناس واخدين هنا اساينمنت عليها. الريتيكولا فورميشن دي موجوده في البونز وفي المدلة اوبلونجاتا. الريتيكولا فورميشن دي واحده من الاكسترا بيراميدال سيستمز المهمه اللي موجوده عندنا. يبقى احنا عندنا قلنا في الميد برين كان عندي تكتم وريد نيوكليوس، وفي البونز وفي المدلة عندي حاجة اسمها ريتيكيولار فورميشن. تالت حاجة والأخرانية، عندي سيستم موجود اسمه فيستيبيولار سيستم. ايه فيستيبيولار سيستم ده؟ احنا كنا نسمع يا رحمة ان احنا في عندنا حاجة اسمها فيستيبيولوكوكيلار نيرف، صح ولا لا؟ ايه فيستيبيولو كوكيلار نيرف ده؟ العصب رقم 8 كويس. لسبب ما غير مفهوم بس ده مش موضوعنا، الله عز وجل جمع البالانس والهيرنج مع بعضهم، فبقى في عندي حاجه اسمها ميدل اير وحاجه اسمها انر اير، واحده للبالانس والثانيه كويس علشان الهيرنج. جمعهم مع بعضهم ليه؟ ما اعرفش، مش موضوعنا خالص يعني. انما اسمهم مع بعضهم اسمهم ايه يا رغد؟ فيستيبيولو كوكيلار. المهم يبقى في حاجه اسمها فيستيبيولار. الفيستيبيولار ده له علاقه بالاتزان في الميدل اير. الجزء بقى بتاعه النيوكلياي بتاعته موجوده في البونتو ميدالر جانكشن بين البونز والميدالر، اسمها ايه؟ فيستيبيولار نيوكلياي. اسمهم ايه؟ فيستيبيولار نيوكلياي. بردك في البونز والميدالر، يعني الريتيكولار فورميشن في البونز والمدلة، والفيستيبيولار نيوكليي موجودة في البونز والمدلة. ودي تالت كومبوننت من الاكسترا بيراميدال سيستم الموجود في البرين ستيم. يبقى تاني،
يبقى انا الاكسترا برايمري سيستم ده كذا كومبوننت، احنا لسه ما اتكلمناش على التراك بقى. اول كومبوننت كان موجود عندي في السيريبرال كورتكس. لو فهمتوا الاورجنايزيشن ده هتفهموا عقده النيور. عقده النيور هو ان الناس فاقدين اللي هي حته اللي هي الرسمه الهايفه البسيطه دي، فكل واحد قاعد بيتكلم لوحده خالص. يبقى نمره واحد السيريبرال كورتكس اريا سنتر، دي اول سنتر، ده هاير اكسترا برامدال سنتر لدينا. تاني حاجه موجوده عندي البيزل جانجليا، ما بحبش بقى المصطلح ده، كبرنا عليه. بقى في عندي حاجه اسمها كوديت، وفي عندي حاجه اسمها بيوتامين، وفي حاجه اسمها جلوب اسباريجاس. كوديت وبيوتامين ده الريسيفنج بارت، والجلوب اسباريجاس ده هو السندنج بارت، او اللي هو الايه الافرنت بارت اللي هو بيبعت. يبقى ده تاني جزء موجود عندي في الاكسترا برامدال سيستم. تالت جزء موجود عندي نيوكلياي بتاع الثالوس، هنتكلم عليها بالتفصيل عشان هي لسه مفقوده. رابع جزء بقى لما بعمل الاكسكيوشن بوصل لفين؟ البرين ستيم. ايه هو الجزء بتاع الاكسترا برامدال اللي موجود في البرين ستيم؟ عندي تيكتام وريتنيوكلياس، ادي واحد. عندي ريتيكولار فورميشن في البونز والمدله، عندي ديستيبيولار نيوكلياي في البونز والمدله، ده الجزء الرابع. تطلع عندي بقى تراكس بتنزل لغايه السباينال كورد. ايه رايكم التراكس دول؟ سته تراكس هيطلعوا من ايه من الجزء ده. ايه هم السته تراكس اللي هم موجودين؟ تعالوا نحاول نحفظهم مع بعضهم. من التكتم للسباينال كورد يبقى اسمها ايه؟ تكتو سباينر. من الريد نيوكلياس لغايه السباينر كورد يبقى اسمها روبرو سباينر. يبقى طلع من الميد برين تو تراكس موجودين. ايه هما التو تراكس اللي هما موجودين؟ تكتو سباينر وروبرو سباينر. تكتو سباينر وروبرو سباينر. التو تراكس اللي هما طالعين دول كروسنج تراكس، وبرضك مش هقول لكم الاكسبلانيشن دلوقتي لان ده مش موضوعنا. يعني ايه؟ يعني التراكس اللي طالعه من النيوكلياس دي هتعمل كروسنج تو اوبوزيت سايد وتنزل هنا. التراكس اللي طالعه من التكتم اشرب الشاي بقى. الله يعطيك. التراك الثانيه اللي طالعه من التكتم هتعمل كروسنج وتنزل تو اوبوزيت سايد. التراك دي اسمها ايه؟ تكتو سباينر. يبقى بقى عندي تو تراك يا رحمه. التو تراكس دول طالعين هما الاثنين من الميد برين، من الريد نيوكلياس ومن التكتم، والتراكس دي كروسنج. بقيه التراكس اللي هتطلع نوت كروسنج عشان ناخدها كقاعده. يبقى اثنين عملوا كروسنج والباقيين مفيش حاجه تعمل كروسنج خلاص، هتنزل تو ذا سيم سايد. والاثنين اللي عملوا كروسنج عملوا كروسنج فين؟ في مستوى التكتر، في مستوى اللي هي كويس اللي هو الايه اللي هو الميد برين. يبقى روبرو سباينال وتكتو سباينال. هيبقى عندي تو تراكس طالعين من الريتيكولار فورميشن، وتو تراكس طالعين من الفيستيبيولار نيوكلياي ووصلين لغايه السباينال كورد. اللي طالعين من الفيستيبيولار نيوكلياي، الفيستيبيولار نيوكلياي ان شورت بدون دخول في التفاصيل هم اربعه نيوكلياي. المهم يعني الاقي في عندي هنا نيوكلياس موجوده لاترال بسميها لاترال فيستيبيولار نيوكلياس، وفي نيوكلياس موجوده هنا ميديال اسمها ميديال فيستيبيولار نيوكلياس. لاترال ميديال وفي سوبيريور انفيريور. المهم بقى في عندي حاجه اسمها لاترال فيستيبيولار نيوكليس، وفي نيوكليس اسمها ميديال فيستيبيولار. يبقى لاترال فيستيبيولار وميديال فيستيبيولار، لاترال فيستيبيولار ميديال فيستيبيولار. الميديال فيستيبيولار يطلع منها تراك، اطلق عليها كلمه ميديال فيستيبيولو سباينال تراك، واللاترال فيستيبيولار هتطلع منها تراك اسميها لاترال فيستيبيولو سباين، هي اتسمت باسم نيوكلياي. واماكنها كمان في السباينال كورد، لان دي موجوده فعلا ميديال
ودي موجودة لاترال لبعضيهم ريليشن. يبقى تاني تراكس طلعت اسمها لاترال اند ميديال فيستيبيولو سباينال تراك. معايا ولا لا؟ يبقى احنا بنتكلم على التراك اللي كانت طالعه يا ياسمين كويس من النيوكليون اللي طلعت من الميد برين كان اسمهم ايه؟ تكتو سباينال وروبرو سباين. واللي طلعوا من الفيستيبيولار نيوكليوي باسامي الفيستيبيولار نيوكليوي واسامي وجودهم بعد في السباينال كور. اللي نزلت ميديال وكانت طالعه من المظله وكانت طالعه من الميديال فيستيبيولار نيوكليوس دي كانت اسمها ميديال فيستيبيولو سباين. واللي كانت موجوده لاترال وكانت طالعه من لاترال فيستيبيولار نيوكليوس موجوده لاترال في البوزيشن اسمها لاترال فيستيبيولو سباين. يبقى دي اسمها لاترال فيستيبيولو سباينال ودي اسمها ايه؟ ميديال فيستيبيولو سباين. ودي كان اسمها ايه؟ اسمها روبرو سباينال. ودي كان اسمها ايه؟ تكتو سباينال. مفهوم ولا لا؟ اخر اثنين تراكس نازلين هيبقوا نازلين من الريتيكيولار فورميشن. عندي يا كوكو ريتيكيولار فورميشن طالعه من البونز وعندي ريتيكيولار فورميشن طالعه من المظله. ايه رايك نسميهم ايه؟ ممكن نسميها بونتاين اند ميدالري ريتيكيولو سباينال. وساعات في ناس يسموهم لاترال وميديال ريتيكيولو سباينال برضه تمشي. يبقى عندنا اخر تراكس طالعه من الريتيكيولار فورميشن وواصلين لغايه اللي هو السباينال كور. في جزء طالع من البونز اهي دي طالعه من البونز وفي جزء طالعه من المدله بلونجاتا اللي هي دي. بقى في عندنا اثنين تراكس موجودين اطلق عليهم كلمه بونتاين اند ميدالري. ولو سميتوهم لاترال وميديال صح ريتيكيولو سباين. يبقى عندي هنا بونتاين اند ميدالري ريتيكيولو سباين. تعال نرجع معلوماتنا مره ثانيه. يبقى ما هو الاكسترا برامدال سيستم؟ الاكسترا برامدال سيستم بتاعتي يا ملك خمس حاجات، خمسه ستيبس يا كوكو ولا يا نور. اول ستيبس موجود عندي اللي هو ايه؟ سريبرال كورتكس اللي هي البري موتور كورتكس البري موتور اريا. اثنين عندي البيزل نيوكليار. لا لا وحشه قوي كلمه بيزل نيوكليار دي وحشه ما يقولهاش الا واحد مبتدئ خالص. البيزل نيوكليار دي مكونه من لينتي فور ودي لينتي فور ما يقولهاش غير واحد مبتدئ. يبقى عندي بيوتامين جلوبال باس الكوديتو البيوتامين ريسيفنج بارت والجلوبس بانتس سيندنج بارت. يبقى الباث واي بتاعي طالع من البري موتور كورتكس بعت للكوديت والبيوتيمي اللي هو بعت للجلوبس بانتس بعتنا بعد كده الثلث ده المرحله رقم ثلاثه. يبقى دي المرحله رقم واحد دي رقم اثنين دي رقم ثلاثه. بعتنا للبري موتور كورتكس اللي هو هيبعت للبرين ستيم. البرين ستيم مقسمه كده ميد برين وبونز ومدلع. حد يشوف بونز لو سمحت بونز وبونز ومدلع. ميد برين كان عندي اثنين نيوكلياي موجودين فيه تكتم وريد نيوكلي. البونز والمدلع كان عندي حاجتين موجودين فيها ريتيكيولار فورميشن وفيستيبيولار نيوكليار. يبقى دي المرحله رقم اربعه. المرحله رقم اربعه النيوكلياي اللي موجود عندي في البرين ستيم. المرحله رقم خمسه يا غاده دي عباره عن التراكس اللي هي نازله عندي. التراكس اللي نازله عندي دول بقوا سته ثلاث اتنينات. بقى في عندي تكتو سباينال
وروبروسباينال والاثنين بيعملوا ايه؟ كروسنج. والاثنين طالعين من الميد برين. من البونز والمضلة عندي تو تراكس اللي طالعين من الديستيبيرال اسمه ميديال لاترال ديستيبيولو سباينال. واللي طالعين من الريتيكولار فورميشن اسمه بونتاين او بونتو بونتاين عند ميدالري ريتيكولوس. وقلت لاترال والميديال صح ريتيكولو سباينال. مفهوم هذا الكلام؟ نزلت التراكس دي راحت فين؟ راحت للسباينال كورد. لما راحت للسباينال كورد يا عروة لقيت الديستريبيوشن بتاعهم بقى مختلف شوية. تعالوا نحط رسمة كده للسباينال كورد. عايز اتذكر كده من امبارح ان كان في تراكت كان اسمها بيراميدال تراك. وحشة كلمة بيراميدال. كورتيكو سباينال. وحش كورتيكو سباينال قسمت لحاجتين لاترال كورتيكو سباينال وانتيريور كورتيكو سباينال. فتيجي على حضرتهم هنا عايز اكبر الرسمه بتاعتي عشان تبقى كبيره. كبرتها بس فحطيت هنا باللون الاحمر دي واحده اهي وباللون الاحمر دي واحده اهي. ايجي دي اللاترال كورتيكو سباينال. امال ايجي دي الانتيريور كورتيكو سباينال صح ولا لا؟ دول كانوا ايه؟ بيراميدال. امال احنا عندنا حاجه ثانيه؟ عندنا في ستة موجودين اسمهم ايه بقى الستة دول؟ اكسترا بيراميدال. يا اخوخا الستة اكسترا بيراميدال واحدة موجودة في اللاترال كورة وخمسة موجودين في الانتيريور كورة. يبقى تلاقي واحدة موجودة هنا في اللاترال كورة اي جي اللي كانت لونها احمر اسمها روبرو سباين. يبقى في اللاترال كورة يبقى في اللاترال كولم بقى فيه تو تراكس بس موجودين. ايه هما؟ لاترال كورتيكو سباينال وروبرو سباينال. هما بقيت التراك راحوا فين كلهم؟ في الانتيريور كولم. تعالوا نحطهم مع بعضنا يعني تولي سترج عضوي دقه وانا مش هدقق قوي يعني كويس. يبقى كان عندنا الانتيريور كورتيكو سباينال كان في عندي تراك موجوده هنا وتراك موجوده هنا والاثنين كانوا طالعين من الفيستيبيولار نيوكليوي. يبقى دي كانت اسمها ميديال فيستيبيولو سباينال. وفي واحدة كانت اسمها لاترال فيستيبيولو سباينال. في اتنين تبع الريتيكولار فورميشن كانوا موجودين هنا. واحدة كانت طالعة من البونز وواحدة طالعة من المضلة. اللي طالعه من البونز كانت اسمها بونتاين ريتيكيولو سباينال. واللي كانت طالعه من المدلة كانت اسمها ميدالري ريتيكيولو سباينال. اخر واحده كانت طالعه من التكتم كانت اسمها ايه بقى؟ تكتو سباينال. يبقى عندنا هنا ايه التراكس اللي هي بقت موجوده؟ التراكس اللي نازله سيمبلي سبيكينج نازله يا اما بيراميدال يا اما اكسترا بيراميدال. والبيراميدال حاجتين واحده اسمها لاترال كورتيكو سباينال واحده اسمها انتيريور كورتيكو سباينال. اما الاكسترا بيراميدال كانوا سته اثنين من الميد برين روبرو سباينال وتكتو سباينال اثنين فيستيبيولار ميديال ولاترال فيستيبيولو سباينال اثنين ريتيكولار بونتاين اند ميدالر ريتيكولو سباينال كانوا سته. واحده بس واحده توحد ربنا كانت موجوده في اللاترال كولم اللي اسمها روبرو سباينال. والخمسه الباقيين كلهم كانوا موجودين في اللي هو الانتيريور كولم. مفهوم ولا لا؟
نتيجة الكلام ده ابتدت تطلع تقسيمة جديدة في الاسبينال كورد اسمه ميديال ديسندينج سيستم ولاترال ديسندينج سيستم. انتوا حتى هتطلعوه مع بعضكم لو قلت لكم ان في سيستم اسمه لاترال ديسندينج سيستم. ما هو اللاترال ديسندينج سيستم؟ اللاترال ديسندينج سيستم اتنين تراك، واحده برانجل واحده اكسترا برانجل. ايه هما البرانجل والاكسترا برانجل دي؟ اللاترال كونجكتيف سباينال وروبرو سباينال. طيب واللي هما الميديال ديسندينج سيستم ايه هما؟ الميديال ديسندينج سيستم بقوا كتير صراحه. هنشيل ده عشان بس ايه ندي مساحه لنفسينا. ادي السيستم ده بقى عباره عن ايه؟ واحده برانجل كان اسمها انتيريور كورتيكو سباينال وخمسه اكسترا برانجل، اثنين فيستيبلو سباينال، اثنين ريتيكلو سباينال وتيكلو سباينال. السيستم ده بطلق عليه كلمه ايه بقى؟ اسمه ميديال ديسندينج سيستم. متهيألي مفيش حاجة صعبة في الكلام اللي أنا بقوله. هيقول لي كل الكلام ده مش صعب، حرام عليك. صعب موت. تاني قبل ما أقول الكلمة الأخرانية وحش. يبقى موجود عندي كل. ما هو السيستم اللي إحنا بنتكلم عليه؟ ما هو الإكسترا بيراميدال سيستم؟ احفظوا الصورة دي لغاية ما تخلصوا حياتكم كلها. هو ده الإكسترا بيراميدال سيستم. يبقى عندنا اول حاجه موجوده عندي اسمها ايه؟ بري موتور اريا. وطبعا في سيستم تبع السيريبيلم احسن ده انا بتكلم والله قصدي على الجزء ده بس يعني. عشان السيريبيلم المحاضره الجايه طبعا يعني لسه ما دخلناهوش في الصوره يعني. يبقى عندنا هنا عندي البري موتور كورتكس رقم واحد. عندي البيزن نيوكليوي كوديتو جلوتامين ده ريسيفينج بارت يا اثير. بيبعته للجلوباس باليدس مش اثير بالرق. يبقى عندنا جلوباس باليدس ده اللي هو السيندينج بار. ثالث جزء موجود عندي ثالاموس ثرابيك نيوكليون. وبعد كده ببعت لمين؟ للبريموتور كورتكس عشان الاكسكيوشن. الاكسكيوشن بتاعتي بتنزل لغايه البرين ستيم نيوكليون. من برين كان في حاجتين ايه هما؟ ريكتم والنيوكليوس. البونز والمدلة كان فيهم حاجتين فيستيبيولار نيوكليوي وريتيكولار فورميشن. الفيستيبيولار نيوكليوي وريتيكولار فورميشن طلع عندي ستة تراك اثنين من الميد برين كان اسمهم تكتو سباينال وروبرو سباينال واثنين من البونز واثنين من المدلة يعني اثنين من الريتيكولار فورميشن واثنين من الفيستيبيولار نيوكليوي ميديال اند لاترال فيستيبيولار سباينال وبونتاين اند مدلري ريتيكولار سباينال. دول كلهم نزلوا اثنين بس هم اللي عملوا كروسنج واربعه نزلوا تو ذا سيم سايد. نزلوا ازاي؟ الروبرو سباينال نزلت في اللاترال كولم بتاع السباينال كولم وبقيه التراكت كلها نزلت فين؟ في الانتيريور كولم. نتيجه الكلام ده بقى في عندي حاجه اسمها لاترال ديسندنج سيستم وميديال ديسندنج سيستم. اللاترال ديسندنج سيستم هو عباره عن تو تراكس لاترال كورتيكو سباينال وروبرو سباينال. والميديال ديسندنج سيستم عباره عن واحده برانجل تراك اللي هو الانتيريور كورتيكو سباينال وعندي خمسه اكسترا برانجل تراك اسمها لاترال ديسندنج سيستم. النقطه الاخيره بقى اللي هقولها خالص وهنهي بيها كلامي ان اللاترال ديسندنج سيستم ده مره ثانيه كونسيرند مع الديستال ماسل اوف ذا ليج. تاني مره ثانيه التقسيمه بتاعت النيوكلياي اللي احنا ابتديناها امبارح قلنا ان احنا عندنا في ميديال جروب اوف نيوكلياي وعندي اللاترال. الميديال ده بتاع الترانك والبروكسيمال ماسل اوف ذا ليج. امال اللاترال ده بتاع ايه؟ بتاع الديستال ماسل. يعني ايه كلمه ديستال ماسل؟ يعني الماسلز بتاعت الهاند، الماسلز بتاعت الفوت، الحاجات اللي هي بتاعت الفاين موفمنت يا بشاري. وبعد كده رحنا مره ثانيه قسمناها كده انتو دورسال وفيرترا. قلت الدورسال دول بتوع فليكسور والفنترال دول بتوع ايه؟ اكسنسور. يبقى باختصار اللاترال سيستم ده بيتعامل مع مين؟ بيتعامل مع الديستال ماسلز بتاعت اللمس. بيتعامل مينلي مع الفليكسور. يبقى عندنا هنا
يبقى الروترو سباينال واللاترال كورتيكو سباينال. اللاترال سيستم ده بيتعامل مع الديستال ماسلز اوف لام، بيتعامل مع ميلي مع الفليكسورز، ميلي مع الفليكسورز بيزود التون بتاع الفليكسور. امال الميديال ديسيندنج سيستم ده بيتعامل مع ايه؟ الميديال ديسيندنج سيستم ده بيتعامل مع الماسلز بتاعت الترانك والبروكسيمال ماسلز بتاعت اللمبس، ومينلي في معاده تراك واحده، مش هقعد بقى اقول الاكسبشن علشان ما تتلخبطوش، بيتعامل مع الاكستنسور، بيعمل ايه؟ استيميليشن للاكستنسورز جروب مينلي وليس اونلي. يبقى عندنا باختصار، يبقى الفلسفه اللي اتبنت عليها بقى الموضوع، بقى في عندي تو سيستمز موجودين في السباينال كورد، ميديال ولاترال. اللاترال سيستم يتعامل مع الديستال ماسلز بتاعت اللمبس، مينلي مع الفليكشورز. اما الميديال جروب يبقى ده بيتعامل مع الاكزيال ماسلز، الماسلز اوف ذا ترانك، والبروكسيمال ماسلز بتاعت اللمبس، مينلي اكستنشن. مفهوم هذا الكلام؟ ثانك يو، نتقابل مع بعضنا ساعتين ان شاء الله.